سيدي تفضلوا. عفيف اذا بتريد خليك برا. عفوا سيدي. لك جيبك هون عم تنطوزوا. عفوا سيدي ما بصير يعني شرفتونا يا ميت اهلين وسهلين. سيدي العروق ابو طمزه اخر مره. اسمع يا عفيف، نحن مو جايين لعندك لنضيف باب، نحن دخلنا على غرفتك بس لان ارض محايده، لك حاجتك بقى. ماشي سيدي، شو بتأمرونا؟ انقلع من وشي. حاضر سيدي. جني نعم مين سيدي؟ ابو طمزه. بتروحوا على الغرفة، شو في غراب تنجاب بتجيبوها، بركي حكموا له بالغرفة. بس مرت عمي احنا ما فينا نشيل لا تخت ولا الخزانة. شو بدي بالتخت والخزانة؟ حمله ما خف حمله وغلي سمنه. امي هي الا تعتبر سرقة؟ لك شو سرقة؟ هات روحي قتل، نص الغراض انا جايبتهم، بس القانون ما بيعترف بهالشيء. مرت عمي هلا انت لما كنتي قدنا هذا يقطع عمرك وعمره، وقت كنت قدكم انتوا التنتين كنت لعب البلد هيك على اصابعك. شكلي يا سيدي انا لازم اجيب ولا يحمل اسم عائلتي مشنشن، حقي ولا مو حقي؟ حقه شفتوا؟ ايه بس مو حقك تطالع مرت عمي برات غرفتها، صح سيدي ولا مو صح؟ حقه بس لازم يأمن لها سكن. سيدي انا قلت لها تسكن بالمطبخ. المطبخ لا يعتبر سكن صالح قانونيا يا ابو طمزه، لازم تأمن لها غرفه محترمه. الله يسلم هالتم يا سيدي، قلنا له هالحكي، بدعو قل له لسيدي شو قلنا له وشلون هو ما اقتنع، قل له. سيدي قلنا له كثير بس هو ما اقتنع. لك سيدي انا عصبتها. هلا منين بدي استاجر لها اوضه بدون عقد سياحي؟ ما حد حدا يشر الا بعقد. أنا بذات شخصي بظن إنه ما في داعي حدا منكم يطلع. سيدي شرعا ما بيجوز اجمع تنتين. ما راح تجمع أبو طمزة. شو قصدك؟ أبو طمزة حقه يجيب ولد، بس لازم يفكر مين بده يربي له إياه، ما يجيبه وزته بالشارع، شو ناقصنا نحن أولاد شوارع؟ ما فهمنا. إذا بهمه ابنه لا يجيبه هلا، لازم يتخلى عن الفكرة. شو قصدك؟ بدي يصلح ذات البين. شو قصدك؟ لك شبك انت كل كلمة بتقلي شو قصدك شو قصدك؟ احكي بالمشرمحي بدنا نفهم. بدي اصلح بين ابو طمزة وبوران، الطلاق متأخر هلا بلا ما يطلقوا. شو بلا ما يطلقوا؟ لازم يطلقوا. اصحاب العلاقة معك وانت شو حشرة؟ انا صاحب علاقة كمان. شو قصدك؟ بعدين بتعرف. شو قلت ابو طمزة؟ انا بأمر الحكومة، الرأي رأيك. شو الرأي رأيك؟ انت مالك رجال؟ ما عندك كلمة؟ خلصنا عمي ابو جدعان، نحن ما صدقنا وافق، شو بدك تخربها؟ قال بدي يطلق، لازم يطلق. عمي، فهمنا انت شو مصلحتك، ليش عم تحميها؟ بعدين بتعرف. دخلوا عداني بعدين مو مشاشي مشان نعرف اذا في داعي للمحجزين ولا ما في. ما في داعي للمحجزين احد. ايه انا رايح اشوف مرتي لانا لانه الله يعمل ضلي التوم، بدي اياها ترد على وقت تصير وقتي. بالسلامه. اهلو سهلو صغير، جرشيت حميت وجد شي جديد انتهينا هربت السداده. نحن بدكان دمهاني. خاطرك بابا. لا لا ما بابا. يا منك يا ابوكي. شو شي على القيمة؟ لك وين قعدتوا؟ قوموا زقوا ولا تخلوا ولا غرض لا على القيمة ولا بلا قيمة، خليه يتجوز على المرأة. ايه ما عاد في داعي، ما عاد في داعي مرت عمي، امشي معي. لوين؟ ابو نجيب بده يصالحك انت وابو طمزة. اوعي تصالحي ست بوران، لا تخلي ابو نجيب يضحك عليكي. يا بنتي جاي تصلحها ولا جاي تخربها؟ هس مرت عمك حرمة مقدرة على قيمتها، ما بجوز واحد طرطور مثل ابو طمزة يتحكم فيها. يسلم هالتم. هو اللي لازم يسعى تضلي معه مو انت. شفيق بتروح لعند ابو نجيب بتقول له مرت عمي ما بدها، خلي ابو طمزه يجي يعتذر ويبوس التوبه. هلا عمي انت شو نايبك؟ شو فارقه معك؟ خليك على جنب اذا بتريدها. فارقه معي وبعدين بتعرف. شو مرت عمي؟ هي اخر كلمه عندك؟ قبل ما يبوس التوبه لأ...